Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hayakumullah, marhaban bikum ayuhal musyahidun al-kiram Naltaki maratan ukhramakum ima sufriyah Fi nashratil akhbar fi al-jazeera al-arabiyah Tahtal mawdu virus corona, al-jurah at-thalithah milikoh Covid-tua himayah binisbati tis'in minal mi'ah Bi hasbi dirosah amrikiyah Ha hiya akhbar al-jazeera al-arabiyah Adharat dirasat jadida anal jiraat al-muazzazah min laqahai Pfizer wa Moderna himayatan muhsinatan didda al-isobah bimutahawwirati virus corona alati tasdat ayinaklal musab ilal mustashfah. وكشفت البيانات التي نشرتها مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية يوم الجمعة أن الجرعة الثالثة من أي من اللقاحين تكون فعالة بنسبة تزيد عن المئة ضد كل من متحاوري دلتا وأوميكرون. ووجدت الدراسة أن فعالية جرعتين من اللقاح تتداول إلى نسبة 57% بعد ستة أشهر. وناشد المسؤولون الأمريكيون أن سل على جرعة معززة للقاح عندما يشبهون مؤهلين لذلك ووفقا لدراسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض كانت فعالية اللقاح ضد تدهور الشهة المسوبين التي تستطيع إدخالهم إلى المستشفيات بعد جرعتين هي 90٪ وتستمر حتى 6 أشهر بعد الجرعة الثانية، لكنها انخفضت إلى 81٪ بعد ذلك. وبعد أسبوعين من الجرعة الثالثة، ارتفعت حماية اللياقة من احتمال تدهور صحة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات إلى 94٪. وخلال الزيادة الأخيرة في حالة الإصابة بأوميكرون بلغ معدل فعالية جرعتين من اللقاح واحد وثمانين في المئة بعد أسبوعين من تلك الجرعة الثانية وحتى ستة أشهر قبل أن ينخفض بعد ذلك إلى سبعة وخمسين وبعد أسبوعين من تلك الجرعة الثالثة ارتفعت الفعالية إلى تسعين في المئة Wa wajad al-bahthu aydan annahu min bainil mardu alladina talakuh jura'ati muazzazah kana hunaka mutawasitu mi'ah wa tis'in wa arba'in halatan likul limi'atu alfi syakhsin. Mukoronatan bi mi'ataini wa khamsin wa khamsin halatan baina ula'ika alladina talaqqu jura'atin faqad hatta al-an. Wa tawassalat dirasah mufasalah nusirat fi majalla al jamia at al-amrikiyah ila anna ihtimalil isobah bi COVID-19 wa al a'rad jaro adalik. كانت أقل بنسبة 66% بالنسبة لأولئك الذين تلقوا الجرعة المعززة، وأدى إنتشار متحول أوميكرون إلى عدد كياس من حالة دخول المستشفيات في الولايات المتحدة، ويبلغ عدد المرضى في المستشفيات في البلاد حاليا أكثر من 150 ألف مريض، متجاوز الرقم الكياس السابق المسجل في كانون الثاني سنة 2021.

في قناة الجزيرة العربية شكرا على حسن اهتمامكم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته